أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن المحتوى البرامجي والدرامي يسهم في تكامل الرؤية بين الإعلام والثقافة. وأشارت وزيرة الثقافة إلى وجود تواصل دائم بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى دور بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في الإقبال على الفعاليات الثقافية المختلفة. طبعا المحتوى البرامجي والدرامي بيعمل تكامل للرؤية بين الإعلام والثقافة، لأن الإعلام هو إحدى أذرع الثقافة في تنمية الوعي ووصول المعلومة إلى المجتمع، وكان دايما في تواصل دائم من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه بين وزارة الثقافة والمتحدة في نقل الفعاليات الثقافية من ندوات ومهرجانات واحتفالات شعبية علشان تعمل رواج وتشجع إقبال الناس عليها.